أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، برحب بكم مرة تانية. طلبة والطالبات الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر أشرف الهادي، كبير معلمين الكيمياء القاهرة. برحب بيكم وبنقدم لكم النهاردة أهمية التحليل الكيميائي في المجالات العلمية المختلفة. في مجال الطب بيستفاد منه في تشخيص وعلاج بعض الأمراض، زي مثلا تقدير نسب السكر والزلال والبولينة وغيرها، طبعا تقدير كمية المادة الفعالة في الدواء. بالنسبة لمجال الزراعة، تحسين خواص التربة علشان طبعا نحدد المحاصيل المناسبة، استخدام التحليل الكيميائي في توفير الأسمدة المناسبة برضو للتربة، ده في مجال الزراعة. بالنسبة لمجال خدمة البيئة، معرفة محتوى المياه والأغذية من الملوثات البيئية الضارة، وطبعا ده بيتم في معامل خاصة. وكذلك قياس نسب غازات أول أكسيد الكربون وأكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين في الهواء، طبعا اللي هي بتسبب تلوث الهواء وغيرها من الغازات السامة. الكلام ده بيتم طبعا في الهواء، ممكن في المياه كمان. في مجال الصناعة، تحليل كيميائي للخامات والمنتجات وتحديد جودة الصناعة ومطابقة المنتجات للمواصفات القياسية. بنيجي بعد كده نتكلم على التحليل الكيميائي وأنواعه. تحليل كيفي وساعات بنسميه وصفي، وتحليل كمي. بالنسبة للتحليل الكيفي أو الوصفي، الغرض منه التعرف على مكونات المادة سواء كانت نقية أو مخلوطة من عدة مواد. وطبعا بيتم هذا التحليل من خلال إجراء سلسلة من التفاعلات المختارة المناسبة تجرى للكشف عن نوع المكونات الأساسية للمادة على أساس التغيرات الحادثة في هذه التفاعلات. التحليل الكمي بنهدف من خلاله إلى تقدير نسبة كل مكون من المكونات الأساسية للمادة. وطبعا عشان أقدر أعمل التحليل الكمي، لازم الأول نعمل التحليل الكيفي. هنبدأ دلوقتي مقدمة وتوضيح للتحليل الكيفي، ركز معايا. طبعا طريقة التحليل بتتوقف على الطريقة اللي بيتم بها الكشف حسب نوع المادة، لأن المادة ممكن تكون نقية أو مخلوطة. إذا كانت نقية يبقى الغرض هنا معرفة ثوابتها الفيزيائية زي درجة الحرارة، درجة الغليان، الكتلة المولية، وطبعا دي حاجات ثابتة. لكن احنا طبعا نهتم بإذا كانت المادة في صورة مخلوط ماشي، أو بمعنى آخر مركب. هنا يهمنا معرفة مكوناتها، سواء كانت مادة عضوية أو غير عضوية. بالنسبة للمادة العضوية، تحليل المركبات العضوية بكشف عن المجموعات الوظيفية والعناصر داخل المركب العضوي، وطبعا ده هنتعرض له في دراسة الكيمياء العضوية. لكن احنا يهمنا هنا تحليل المركبات الغير عضوية، وهنا يهمنا التعرف على الشق القاعدي والشق الحامضي. الشق القاعدي اللي هو طبعا بنسميه الكاتيون، وساعات بنقول عليه الكاتاين. الشق الحامضي اللي هو الانيون او الانين او القطب السالب او الايون السالب. واضح من الكلام ومن المؤتمر الصحفي للوزير ان طالب الثانويه العامه دلوقتي اصبح هيعتمد على نفسه بنسبه 90% علشان يدخل لمرحله الجامعه. فالطالب المجتهد واللي هيحاول يفهم المنهج هو اللي هيقدر يوصل لبر الامان. ونتمنى ان على جميع الطلبه انها تحاول بقى تستخدم كفاءتها الشخصيه وذكائها وتبعد عن نظام الحفظ. طبعا في جزء في الكيمياء محتاج للحفظ، الرموز الكيميائيه والمعادلات الكيميائيه وازاي اكتب رمز كيميائي، ولكن الطالب لازم يعرف يركب المركبات، لازم يقدر يحلل الأسئلة، لأن الأسئلة ممكن تجيلك بطريقة غير مباشرة. ف
فانت حاول تبص معايا وتشوف وتطلع على أسئلة بنك المعرفة اللي موجودة عندك في التاب، لأن طبعا حسب كلام الوزير دي اللي مش يخرج عنها الامتحان. وبنتمنى ان انتوا ربنا يوفقكم السنة دي وتكون تجربة ناجحة، بحيث ان احنا نعدي بنظام الثانوية العامة لبر الأمان. أعزائي طلبة وطلبات الثانوية العامة، برحب بيكم وكل سنة وانتم طيبين. العامة استعدادا لامتحان الكيمياء القادم ان شاء الله بعد ايام. ودلوقتي بقى فاصل ونواصل، ركز معايا وتابع. Wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look. ودلوقتي بقى فاصل ونواصل، ركز معايا وتابع. أنيونات، وهناخد المجموعة التالتة والأخيرة في الأنيونات، وهنتكلم فيها عن أنيونات أو مجموعة كلوريد الباريوم BaCl2Aq محلول. الأنيونات اللي أنا أتكلم عنها هنا أنيونات PO4 ماينس 3، ممكن اكتب 3 سوالب كده او اكتب ايه سالب 3 على طول. وعندنا SO4 ماينس 2 فوسفات وكبريتات. طبعا بالنسبه لنا الفوسفات انيون حمض الفوسفوريك، والكبريتات انيون حمض الكبريتيك، ودول هم اثبت الاحماض، فينفعش اي حمض اخر يطردهم من املاحهم. عشان كده استخدمت هنا ماده اخرى عباره عن محلول ملح كلوريد الباريوم. اوكي، يعني ممكن يجي يقول لك مثلا ايه، فسري لا يمكن طرد حمض الكبريتيك من املاح الكبريتات. هتقول لها لانه اثبت الاحماض، مش هيقدر اي حمض يطرده. وبالمثل برضو الايه حمض الفوسفوريك، حمض الفوسفوريك طبعا رمزه H3BO4، حمض الكبريتيك H2SO4. هنشوف دلوقتي ازاي نستخدم كلوريد الباريوم في هذه المجموعه، ونشوف اول ايه تجربة. واحد، الكشف عن أنيون الفوسفات. هات القلم الأزرق. طبعا زي ما اتفقنا بنستخدم الكاتيون الثابت اللي هو الصوديوم، زي ما استخدمت قبل كده في الأنيونات اللي قبل كده الصوديوم كملح. هبدأ برضو هنا فوسفات، يبقى فوسفات ايه صوديوم، يبقى ناخد دلوقتي ان ايه 3PO4، ده عبارة عن الملح السوليد اسمه فوسفات صوديوم، وهنفعله مع ايه؟ مع كلوريد الباريوم اللي هو BaCl2Aq محلول كلوريد باريوم. ممكن نستخدم ده كمادة صلبة، ممكن برضه استخدمه AQ، يعني جزء AQ دايب، ما تفرقش. ممكن احط ده في انبوبه وده في انبوبه واحطهم مع بعض، او ممكن اضيف ده لده وهو صلب، مش هتفرق كتير. اهم حاجه احلال مزدوج، ده مع ده وده مع ده، يعني ده كده احلال مزدوج، مفيش تسخين ولا اي حاجه. ايه اللي هينتج بقى؟ ال ان ايه مع السي ال، ماليش دعوه بالايه الارقام دي، انا ليا دعوه بالايه التكافؤات العاديه، ان ايه سي ال احادي واحادي زائد البي اي مع البي او 4. طبعا انا عندي هنا البي اي ده ثنائي والبي او 4 مجموعه ثلاثيه، هبدل التكافؤات يبقى بي اي 3 بي او 4 باي 2 بالشكل ده كده. ده الاس بتاعي، الراس راسب ابيض من فوسفات الباريوم يذوب في حمض الهيدرو كلوريك المخفف. يعني لو عاوز اتاكد منه ممكن احط عليه حمض هيدروكلوريك بيدوب. اهم حاجه يبقى هو هنا ايه بيدوب، واهم حاجه ان هو راسب لونه ابيض، خلي بالك من اللون ابيض. الوزن بقى، حد يعرف يوزن؟ ان ايه سي ال هنحط جنبها 3، اللي ان ايه هنا 3 يبقى انا لازم اخليها هنا 3، يبقى انا احط لها هنا 3. ماشي، قال لك بس عندي كده مشكله سي ال 2، السي ال 2 قال لك يبقى 3 مش هتنفع.
يبقى انا لازم ازوج الثلاثه دي بدل ما هي ثلاثه خليها ايه اضربها في اثنين بضرب هنا في اثنين يبقى هتبقى سته يبقى انا الثلاثه دي هتبقى ايه كده هتبقى سته تمام ظبطت انا هنا ايه الصوديوم في الناحيتين اظبط الكلور هو انا لما بزود بزود ده بس ولا بزود كل المواد ما انا بزود بص بخلي الان ايه هنا قد الان ايه هنا والبي او 4 هنا قد البي او 4 هنا كل حاجه لوحدها طبعا مثلا احنا حطينا هنا مثلا اثنين لقينا هنا في الحته دي لقينا مثلا اثنين مش نافعه قلنا هنزود بنزود الاثنين بس ولا بنزود المعادله كلها انا بعمل لا كله مركب لوحده يعني انا زودت ده عشان ده فردي زودته عشان ده فردي خلي بالي لكن ده اصلا ده اصلا المفروض ان هو ثنائي مش هزوج هزوجها يبقى زوجي ماشي اوكي انا زوجت ده انا بقى ما انت خلي بالك انت بيبقى عندك ايه في المعادله كلها بيبقى فيه عنصر او مثلا مجموعه ذريه تبقى هي المفتاح اللي بتفتح لك كل الباقي ظبطيها تظبط الباقي فاصطدم ان بالنسبه له هو كان المفتاح ظبطته هيظبط لي الباقي الكلور بقى ستة لازم اخلي الكلور هنا ستة اضرب هنا في كام في 3 قال لك الباريوم هنا بقى ايه بقى 3 قال لك هو هنا 3 اهو ماشي الفوسفات قال لك مضروبه في 2 اهي 2 اهي اتظبطت اوكي يبقى انا ده وزن المعادله طيب عاوزين نعمل بقى تجربه تاكيديه ايه التجربه التاكيديه بقى المقترحه بالنسبه لكم ها انت بالنسبه لك ايه تجربه ده كل واحد يفكر كده ما هو ده كده ايه ده الراس ده احنا كده تكون الراس يبقى ابيض بيدوب في بيدوب في ايه في حمض الهيدروكلوريك المخفف خلاص لو عاوزين بقى تجربه تاكيديه هستخدم ايه ممكن اسال خلي بالك في التجربه اللي قبل كده انا كنت بستخدم مثلا ايه الفضه كتجربه تاكيديه يبقى انا برضو هستخدم نظارات الفضه كتجربه ايه تاكيديه يبقى انا عندي دلوقتي هنا دي طبعا اساسيه تاكيديه بواسطه محلول نظارات الفضه يبقى انا اخد دلوقتي ايه الملح الاصلي العادي ده وافعله مع نظارات فضه ان ايه 3 BO4 زائد الفضة نترات عبارة عن AgNO3 سهل بدلي نترات فضة هو وده فوسفات صوديوم انا كل ده بعمل عشان اكشف عن الفوسفات ده مع ده وده مع ده ها الناتج بقى الصوديوم كده راح مع النترات ها لان ايه احادي ونترات احاديه اي جي 3 او انا ببدا الاول بالان ايه ان او 3 ان ايه ان او 3 ان ايه ان او 3 بلس اي جي الاي جي هيروح مع الفوسفات بس ده احادي وده ثلاثي يبقى الرمز اي جي 3 بي او 4 اي جي 3 ده احادي خلي بالك ان ده احادي لكن دي ثلاثيه فانا عشان كده ايه لازم ابدل التكافؤات يبقى ده ياخد التكافؤ بتاع الفوسفات يبقى ثلاثي يبقى اي جي 3 بي او 4 وبالاحمر وطبعا المجموعه الذريه لازم اكتبها كلها كابيتال ده كده اسمه ايه ده طبعا اس فوسفات فضه راسب اصفر انت خدت قبل كده راسب اصفر في الفضه من شويه اليود اليود كان بيدوب في النشادر ولا ما كانش بيدوب؟ لا كانش بيدوب قال لك ده بيدوب بقى يذوب ده الفرق عشان ساعات يقول لك الفرق بين ده والتاني يذوب بسهوله في محلول النشادر المركز الوزن ها انت بتعملي ايه يا بنت بص الوزن هنا وزقني اضرب الان ايه في 3 احط هنا 3 قال لك اول حاجه الفضه طبعا هنا ايه 3 يبقى نحط هنا 3 ماشي قال لك والان هنا 3 يبقى اضربها هنا في 3 ها ابص بقى على الفوسفات واحده طالعه واحده مش محتاج ها هنا 4 البصي دي مجموعه ذريه مالكيش دعوه بالاوهات لوحدها باخدها كلها باكج على بعضها بي او 4 طالعه كلها بي او 4 مالكيش دعوه بالاوهات هنا والان او 3 نفس الكلام مجموعه ذريه تعامل معامله الذره الواحده 3 ان او 3 هنا برضو 3 ان او 3 المعادله كده موجوده اوكي يبقى انا عن طريق معادله اساسيه ومعادله تاكيديه اكتشفت عن انين الفوسفات اظن سهل مفيش في اي مشكله فصلت من المعادلتين دول بس اهم حاجه تطلعي الراسب الاولاني ابيض يذوب في حمض هيدروكلوريك مخفف زي ما انت شايفه التجربه التاكيديه راسب اصفر فوسفات فضه يذوب في النشادر المركز على عكس طبعا اليوديد نشوف بقى الكبريتات عشان تبقى كده خلصت من انيونات المجموعه الثالثه اهو 2
ومتين بس صحيح. ما انا بقول لك صحيح. فانت كويس انت قلت يعني اقعد عشان نخلصهم من اخلصهم من الانيونات. المره الجايه ناخد كاتيونات وناخد ايه المراجعه وناخد كمان مقدمه كمان ايه لبعض الايه قوانين عشان التحليل الكمي. عشان التحليل الكمي ده فقره يبقى قوانين سنه اولى كمان. الكشف عن انيون الكبريتات SO4-2. قال لك اول حاجه الاساسيه اللي انا بستخدم فيها كلوريد الباريوم، يبقى انا هجيب برضو كبريتات صوديوم Na2SO4، ده كبريتات صوديوم سواء محلول او سوليد هستخدم معاه باريوم كلوريد، يبقى BaCl2 كلوريد باريوم سهم وعليه احلال مزدوج، يعني ده مع ده وده مع ده ال ان ايه مع السي ال يبقى ان اي سي ال والبي ايه. قال لك والبي ايه ثنائي والكبريت الثنائي، يبقى مش محتاجه هنا اي حاجه غير ان انا احطها على بعضها كده بي اي اس او 4 هو ده الراسب بتاعي اس راسب ابيض برضو. خلي بالك الفوسفات ابيض والكبريت ابيض بس في فرق بسيط بينهم. قال لك من كبريتات باريوم لا يذوب في حمض الهيدرو كلوريك، مش هيدوب. تاني كان بيدوب، ده ما بيدوبش ماشي. قال لك طب انا دلوقتي ايه عاوز اوزن المعادله الاول، حد يعرف يوزن؟ انا عندي هنا 2 ان ايه زي ما انت شايف اهي، يبقى لازم اخليها هنا 2 يبقى اضرب هنا في 2. ظبطت كده الكلور كمان عشان هو 2 هنا. قال لك بعد كده الباريوم واحده طلع واحده، الكبريتات اس او 4 واحده طلع واحده، يبقى المعادله كده اتظبطت. 2 هنا ظبطت اهي عملية على طول. قال لك طب التأكيدية بقى، التجربة التأكيدية. قال لك انا مش هستخدم هنا الفضة، هستخدم هنا محلول اسيتات الرصاص اهو، باستخدام اسيتات الرصاص اللي هي طبعا ايه CH3COO2BB. اوكي محلول اسيتات الرصاص اللي هيحصل، قال لك انا هضيف هنا هجيب الملح العادي اهو Na2SO4 زائد CH3COO. طبعا بالنسبه لما يكون الملح فيه شق عضوي ده طبعا جاي من الحمض الاسيتيك، لازم اكتبه هو اللي ايه السالب في اليسار، بعكس ببدا بالاسيتات ما اقولش بي بي الاول، خلي بالك. وهنا بي بي سهم وهعمل احلال او تبديل اهو، استات رصاص كبريتات صوديوم، ده ذائب وده ذائب برضه، يعني الاثنين بيدوبوا في الميه. قال لك ده مع ده، ده مع ده سوري اللي هناك ده، وده مع ده، لان طبعا انا مبدل، انا مخلي السالب هنا وهنا الموجب، وهنا الموجب وهنا السالب، فانا بودي موجب مع سالب وسالب مع موجب. يعني انت عندك الاسيتات كده هتروح مع الصوديوم لان الصوديوم هو الموجب، يبقى انت هيطلع لك كده اسيتات صوديوم، حد يعرف رمزها؟ والاسيتات احاديه والصوديوم احادي CH3COONA من غير قوس من غير باي 2 ولا حاجه، يعني ده احادي وده احادي، يبقى هنا اسيتات صوديوم CH3COONA على طول. ده لو الرصاص كان احادي ما كناش هنحط طبعا في الاسيتات. انا بحط قوس في المجموعه الذريه لو اكتر من واحد فقط، لكن لو واحد ما حطلهاش قوس على طول اسيتات صوديوم، وده ده طبعا دايب، ولو رمز ده احفظه كويس عشان هتاخدوه كتير وهتاخدوه في العضويه بالذات. قال لك وبعد كده قال لك انا عندي هنا كبريتات مع رصاص، ده ثنائي والكبريتات برضو ثنائي، يبقى بي بي اس او 4 هو ده الراس، بي بي اس او 4 ده كده اس راسب. قال لك ايه اسود المره جنب CH3COO انا عندي الصوديوم هنا 2 ماشي، وهنا الاسيتات 2، يبقى انا هضرب هنا في 2 بس كده ظبطت كده على طول خلاص. يبقى انت بالنسبه لك هنا ايه دي التجربه الاساسيه ودي التاكيديه. قال لك انت كده خلصت كده ايه تمت الانيونات الثلاث مجموعات، مجموعه اولى مجموعه ثانيه مجموعه ثالثه، المره القادمه الكاتيونات اللي هي الموجبه، الانيونات الموجبه خلاص. هي المفروض خمس مجموعات.
بس احنا طبعا ايه هو مدالك في كتاب متلخصه متلخصه يعني المجموعه الرابعه مش مدالك خالص اصلا فاهم الفكره بس ايه هي الفكره ان هي المفروض اطول بكتير بس هو ملخصها جدا في الكتاب وده حظك حلو كانت لو بتتخذ بالتفصيل على فكره زمان منهج القديم فهي في الكتاب متلخصه كتاب الوزاره ماشي وطبعا كتاب الخارجيه دي ملخصه بس ساعات بيتكلم فيها كتير بس هو ايه هم بالفعل اللي انت تاخديه اربع مجموعات فقط ومنهم مجموعه بتاخديها كلام اهم مجموعه فيهم الثالثه هي دي اللي فيها شغل الوانها مهمه جدا خلاص في اي اسئله في الجزء اللي احنا قلناه ده تقيل عادي يعني كده يعني لانه سهله مش صعب الواجب المطلوب منك اول حاجه حل اسئله كيسه صدع فاضي اقول ابيض وخلاص مش هتفرق يعني احنا بالنسبه لنا هنا اهم حاجه ان الرسب هنا كبريزات ايه رصاص مش الصوديوم احنا اللي يهمنا ان الرسب هو الرصاص مع الكبريتين الوزن حد يعرف ودلوقتي بقى فاصل ونواصل ركز معايا وتابع Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at. ودلوقتي بقى فاصل ونواصل. ركز معايا وتابع. وطبعا انت اكيد بتتعامل مع بعض الاجهزة الحديثة زي الموبايلات والتابلت. والاجهزه اللوحيه دي كلها طبعا بتعتمد في عملها على النانو تكنولوجي. حاول تتابع الاسئله نظامها عامل ازاي عشان ده بالظبط اللي ايه اللي المفروض متوصي بيه يجي نظام الامتحان البابل شيت سواء بقى الايه الاخطار او المقالي وطبعا ايه هي الفكره كلها حتى ايه الاسئله المقالي اللي هتجي لك شورت يعني نظام اسئله قصيره اجابات مش محتاجه كلام كتير فانت اهم حاجه بس تكون مذاكر وتعرف امتى تستخدم الاوبن بوك لان مش كل حاجه طبعا هتلاقيها ايه موجوده بالنص في كتيب المفاهيم زي ما في طلبه كتير فاكرين لدرجه ان في بعض الطلبه والطالبات ما بيحفظوش رموز ولا تكافؤات وبيعتمدوا على المفاهيم انها موجوده وطبعا الكلام ده مش مظبوط اللي عاوز يجيب درجه عاليه في الكيمياء لازم طبعا يكون بيعرف رموز كيميائيه تكافؤات بيعرف يعمل معادله كيميائيه ويوزنها بيعرف طرق حل المسائل اوبن بوك ممكن يساعد طالب ان هو ايه يجيب النص 30 لكن اللي عاوز يجيب 60 من 60 في الكيمياء لازم طبعا ايه يكون فاهم المنهج كله اوله عن اخره الى جانب ان هو ما يضيعش وقت كتير في اوبن بوك وفتح المفاهيم لان ده ممكن يضيع وقتك في الامتحان وانت علشان تحس ان انت ماشي مظبوط في الايام اللي جايه دي وانت بتحل امتحانات تعمل لنفسك تايم لما توصل لدرجه ان انت تخلص الامتحان بالكامل في ساعه ونص او ساعتين الا ربع بالكتير يبقى انت كده ايه تمام تدخل وانت مطمن وتحاول ايه تقلل من اعتمادك على المفاهيم والاوبن بوك ممكن تستخدمها في بعض الحاجات اللي محتاجه حفظ زي مثلا ايه الشق الحمادي والقاعدي جدول استخدامات العصر الانتقاليه بعض الاستنتاجات اللي موجوده مثلا في الباب الثالث زن كيميائي وطبعا احنا مش هنجيب لك استنتاجات كمان بس احنا هنسالك فيها فانت لازم تكون فاهم يعني ايه الموضوع يعني مش هتحتاج حتى اوبن بوك فيها بالنسبه للقوانين احنا هنجيب لك في الاوبن بوك القوانين العامه لكن انت عندك في قوانين تراكميه انت خدتها في سنه اولى لازم تكون عارفها عشان تجيب مثلا عدد المولات عشان تجيب كتله الماده المترسبه فلازم طبعا ايه تكون عندك درايه بكل القوانين اللي انت خدتها في السابق ده لو انت بتفكر او انت بتفكري ان انت تقفلي ماده الكيمياء
السنه دي، لان طبعا انت دخلت طالب داخل علمي اكيد حاطط في دماغك ان انت عاوز تدخل كليه من كليات القمه، سواء طب او صيدله او هندسه. فطبعا ايه، انت لسه هتكمل مجال الكيمياء في هذه الكليات، لازم يكون عندك اساسيات كويسه عشان تقدر تواصل بعد كده. المهم عشان ما اطولش عليكم، الامتحانات طبعا ايه ان شاء الله السنه دي جايه سهله حسب التعليمات برضو. في متناول الطالب المتوسط، في جزئيه حوالي 15% للطالب الذكي متفوق. وطبعا ان شاء الله كده ايه حسب تعليمات الوزاره مفيش فرصه للغش والناس انها ايه تحاول تاخد مجهود غيرها، وربنا يسهل ويكون بيطبق في جميع اللجان علشان كل واحد ياخد حقه، الطلبة المجتهدين ياخدوا حقه. ودلوقتي بقى فاصل ونواصل، ركز معايا وتابع. هذه المكونات اللي هنتكلم عنها في الفصل الثاني. وفي الاخر بتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا ولو ببعض المعلومات على طريقه حل المسائل. حاولت اكرر الفيديو كذا مره وتشوف طريقه حل وتجرب نفسك وتحل اسئله من كتاب النماذج، لينكات علشان تدخل تحل بعض الامتحانات المهمه في هذا المجال. سلام. I know you told your friend you're not okay. Tell me what I'm doing. Tell me what you're 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 doing. Tell me